ده ملحوظ كلنا نلحظه، بيع الدين بالدنيا، وهذا كثير، وما ضاع الدين إلا من هذا الطريق، إلا من هذا الايه الطريق، اللي هم العلماء اللي هم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا والعياذ بالله، ودي معطيات كل سنة كل سنة. والله يحكي لي بعض الإخوة أن أعطياتهم تأتيهم اعتبارا من الإبرة إلى السيارة. شوف كل ما تتخيل، حتى البهارات مع الكسوة والطعام والشراب والأثاثات والفرش إلى غير ذلك. موت الفجأة يكثر، يكثر موت الفجأة من غير أي مقدمات، وهذا ملحوظ لا شك. إطارة المنابر وعلوها، احنا عندنا بعض المنابر في مصر انا صحتي ما تساعدنيش اطلع فوق خالص، يعني محتاج مصعد عشان اطلع للايه الدرجة العليا التي بالقرب من مجلس الخطيب. تعطيل الحدود، وهذا طبعا مشاهد ملحوظ، وما يقام من الحدود في بعض البلاد قليل قليل، ويقام على الضعيف، أما الشريف فهو في حصانة من الحدود. خراب القلوب، قلوب تبقى خاربة، مفيش بقى الطيبة والبركة والإخلاص والحب والرجاء والخوف والحمد والشكر والصبر والرضا والقناعة، المعاني دي تروح كلها. تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، وهذا كلنا يرصده. شهادة المرء من غير أن يستشهد، مع أن الشهادة أمرها عظيم، من غير أن يستشهد يشهد. علو أصوات الفسقة في المسجد، يرتفع أصوات الفسقة في المسجد، في الحديث، في الكلام، في الصراخ، في الاعتراض على الإمام، في الاعتراض على الخطيب، في الشوشرة، في الدعوة إلى دعوات غير ما أقيمت له وبنيت له المساجد، وأما المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. أن يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد، يعني يبقى المؤمن حتى ماشي يعني يريد أن يختبئ في الحائط، خايف. احنا في أول التزام في السبعينات فعلا كنا كده، كنا الواحد يعني يتمنى ان هو يعني ما الناس ما تشوفوش وهو معدي عشان لبسه ولحيته، يتمنى الناس ما تشوفوش وهو يعني. من عمل بعشر ما أمر به نجا، بعشر، لأن بقى زمان ما فيش خير وما فيش صلاح، فيبقى العمل الصالح فيه عملة نادرة فترتفع قيمة العمل الصالح. من عمل بعشر ما أمر به نجا. كثرة القذف، يستسهل الناس أمر الأعراض فيكثر فيهم القذف والعياذ بالله. أن يغاض المال، أن يفاض المال فلا يقبله أحد، أن يفاض المال فلا يقبله أحد، خلاص الناس كلها تستغني إلى حد إن هو، ولكن هذا لم يقع، لم يقع بعد. إذن هذه بعض العلامات الصغرى أو أكثر ما جاء في الصحيح من العلامات الصغرى، علامات الساعة الصغرى. قلنا في حصولها من أمارات قرب الساعة ما ينبغي أن يحفز النفوس على العمل، وثانيا أن تنظر فيها كي تتقي أن تكون من أهل من أشير لهم في هذه العلامات من أهل السوء، من المذمومين والعياذ بالله، والمقبوحين والعياذ بالله. أما العلامات الكبرى فلم يرد في الشرع ترتيب لها،
لم يرد في الأحاديث الصحيح الصحاح ترتيب للعلامات الكبرى، ولكن ما رتبه أهل العلم لوقوع هذه العلامات على الترتيب أمر اجتهادي، يعني هو باجتهادهم اجتهدوا في بالجمع بين الأحاديث من جهة وبترتيبها المنطقي من جهة أخرى، فرتبها بعضهم على هذا النحو الآتي: المعركة الفاصلة، هذه أول العلامات الكبرى، يعني التي تكون بيننا وبين بني الأصفر. الإمام المهدي يظهر، نزول المسيح، ظهور المسيح الدجال، ظهور سيدنا عيسى المسيح عليه السلام، ظهور يأجوج ومأجوج، موت سيدنا المسيح عيسى بن مريم، خروج الدابة، خروج ريح طيبة تقبض أرواح المسلمين. وإن كان ينبغي أن تكون هذه العلامة من أواخر العلامات أو آخر العلامات، طلوع الشمس من مغربها 3 أيام، اختفاء القرآن الكريم وهدم الكعبة، خروج نار عظيمة تجمع الناس إلى محشرهم، يعني تحشر الناس إلى صعيد القيامة تهيئة للحساب. لاحظنا فيما مر بنا أن أمر الكذابين يظهر، وفي هذه الأمة 30 دجالا كل يدعي النبوة، يعني الكاذب يصل إلى هذه الفجاجة والوقاحة، لكن الكذب يظهر بشكل عام في الناس، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق. وكما تقدم في مسألة شهادة الزور أن الكذب لا يقتصر على ما يتحدث به الناس فيما بينهم وبين بعضهم، ولكن الكذب أصبح عملة وتجارة وماتة لدى مؤسسات عريضة تحكم مجتمعات الناس. الإعلام مؤسسة كذابة كبيرة جدا، مؤسسة مخضرمة في الكذب. الأحزاب السياسية مخضرمة في الكذب. السياسة كذب في دجل، في غش، في نفاق. اللهم إلا من كان من أهلها ممن يتقون الله عز وجل ويعملون بالسياسة الشرعية المحكومة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكذب موجود عند الحكام، وهذا ذمه النبي صلى الله عليه وسلم في 3 الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر وملك كذاب. يبقى ملك جللته وكذاب، رئيس فخمته وكذاب، أمير سموه وكذاب، وزير سعادته وكذاب، ويكذب حتى يصدق نفسه. إذن بيبقى الكذب إذا ظاهرة. وأكبر الكذب اللي هو كذب الأفكار والمناهج والعقائد والأيديولوجيات. ولذلك الآن يظهر في مجتمعات المسلمين من الأفكار التي لا تقوم على ساق، هي دجل في كذب ليس لها أصل من حق أو حقيقة، إنما دجل. زي مثلا فكر تقريب الأديان، والتي صيغت في بعض مراحلها المتطورة إلى المحافل الماسونية، الليونز والروتري، حتى تحذروا لأنها تعمل الآن بخبث ودهاء
وتتغذل من خلال المؤسسات، خصوصا المؤسسات الحساسة في المجتمع، مراكز صنع القرار، المختبرات الطبية، المستشفيات العريقة، الوزارات، النوادي، نوادي رجال الأعمال، القطاع الفني، يتغلغلون من خلاله عبر دعاية تقول أن الأديان جميعا تؤمن بإله واحد، تؤمن وتشترك معا في وحدة الإيمان بالله، في وحدة الإيمان بالله، ونريد أن نشيع السلام في العالم والمحبة، وأن تكون العلاقات بين الناس العلاقات الإنسانية لا يفرق بينهم دين، لأنه يجمعهم إيمان واحد. ومن هنا يتسللون إلى عقول المسلمين، ولا سيما عن طريق الذين يتلقون العلم والفلسفية هنا في بلاد الغرب، ويعودون أساتذة ليتولوا المراكز الحساسة في الوزارات، في الجامعات، في المراكز الإعلامية، في مراكز صنع القرار، في مراكز صناعة الرأي العام، يتواجدون في هذه الأماكن. توجد دعوات لحرف الناس عن الدين الحق، بدعوى التقارب بين المذاهب، كالتقارب بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة الرافضة وغيرهم من فرق الشيعة، بدعوى أننا أمة واحدة، والمراد هو أن يتحول أهل السنة والجماعة إلى المذهب الشيعي، لأنه لا يصلح أبداً، لا يختلط الزيت بالماء، لا يمكن أبداً أن يختلط الزيت بالماء، وإذا اختلط الحليب بأي شيء آخر لم يعد حليباً، لم يعد حليباً أصلاً، إلى غير ذلك، حتى نصل إلى العلمانية، الليبرالية، وقبلها الاشتراكية، وأصلها الشيوعية، ثم الحداثة، وما بعد الحداثة، إلى غير هذه المذاهب الفكرية والفلسفية التي جيء بها إلى بلاد المسلمين بدعوى أنها المعرفة، وأنها السر في حضارة الغرب، والسر في تطور الغرب، وليس ذلك صحيحا، لأن الغرب ما بنى حضارته إلا على أصول حضارتنا أصلا، وما نشأ في الغرب من أفكار كما تنشأ أنواع الثمار في بلادهم لمناسبتها لطقسهم، لا يمكن أن تصلح في طقس بلادنا، إما أن لا تنبت أصلا، وإما أن تنبت ناقصة أو عاجزة أو ضامرة أو غير صالحة للأكل، عندهم ظروف نشأت في مجتمعاتهم حينما كانت الكنيسة تحارب الدين وتحارب العلم، أقصد حينما كانت الكنيسة تحارب العلم وتقتل العلماء وترمي من يأتي بنظريات علمية صحيحة تخالف ما في كتبهم المقدسة باكتشافات يسمونها هرطقة، ويحكمون على هؤلاء العلماء بالحرق أحياء، فتولد أو نشأ الفصام النكد بين الدين والعلم، ومن ثم بين الدين والسياسة،
باعتبار أن الباباوات هناك كانوا يحكمون بالحق الإلهي أو بالتفويض الإلهي لا يراجع، يعني هو الذي يشرع، هو مصدر التشريع، هو المرجعية. ليس ذلك عندنا في الإسلام، لأن الحاكم والمحكوم جميعاً أمام حكم الله سواء. ولو خرج الحاكم على حكم الله فقد نقض بيعته أو بيعة المسلمين له بنفسه، ولم يعد حاكماً في الاعتبار الشرعي عند فقهائنا، يبقى خلاص كده خرج عن العهد. لذلك فإن الله عز وجل قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يكرر فعل الطاعة مع أولي الأمر، لأن أولي الأمر طاعتهم تابعة لطاعة الله والرسول، فإن هم خرجوا على طاعة الله والرسول فلا طاعة لهم على أحد من المسلمين. فإن كانوا بويعوا على أصل الحكم بكتاب الله عز وجل والانقياد لشريعة الخالق سبحانه وتعالى ثم خرجوا على ذلك فقد نقضوا تلك البيعة، فقد نقضوا تلك البيعة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه في النار، أو كبه في النار على وجهه. ما لا يزال هذا الأمر في قريش، لا يزال هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين. نص الحديث ما أقاموا، يعني بشرط إقامة الدين، فما هنا هي الشرطية، ما أقاموا الدين. فإن لم يقيموه خلاص مفيش حاجة اسمها الحكم الإلهي، ولا ندور رجل دين، ما عندناش في الإسلام رجل دين، كما كان عند أوروبا في قرونها الوسطى رجل الدين الذي يشرع وهو المرجعية وهو الذي يحكم بالحق الإلهي فيما زعم. ليس عندنا هذا، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله. أيضا ما هنا هي الشرطية، ما أقام فيكم كتاب الله. وجعلت طاعة الحاكم مقيدة بطاعة الله والرسول، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وقال أبو بكر يوم ولي: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وقال عمر وقد صعد المنبر: أيها الناس، أرأيتم إن ملت برأسي هكذا، يقصد بالتشبيه المرسل الميل عن الشريعة، الانحراف عنها، أرأيتم إن ملت برأسي هكذا؟ فقام رجل من المسلمين فقال له بسيفه: نقول له هكذا، نقول له. وقال في رواية: أرأيتم إن وجدتم بي اعوجاجا؟ فقام بعضهم فقال: نقومه بسيوفنا، نقومه بسيوفنا. فليس عندنا في شريعتنا ولا في ظروف بلادنا ما كان عند الغرب في شريعتهم ودياناتهم
وما ألم بهم من ظروف في القرون الوسطى جعلتهم يقولون بالفصل بين الدين والعلم والفصل بين الدين والسياسة. لا، ليس عندنا ما عند غيرنا من الأديان، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لا، إنما الأمر كله لله، إن الحكم إلا لله، ولا يشرك في حكمه أحدا، لكنهم يدجلون على الناس بهذه الدعاوى ويريدون أن يستقدموا هذه المذاهب الليبرالية والعلمانية لأنها تؤمن لهم ما نشأوا عليه وتربوا فيه من التفسخ والانحلال والإباحية والحرية المطلقة من كل قيد من دين أو خلق أو قيمة إنسانية. يريدون أن يفعلوا ما يشاءون دون حسيب ولا رقيب، ويريدون أن يفسدوا وأن ينهبوا وأن يستأثروا بثروات الشعوب دون أن يسألوا، والشريعة لم تسمح لهم بهذا، لذلك هم يقفون في طريقها، يقفون في طريقها. واليوم تتعاظم المؤامرة على مصر، تتعاظم المؤامرة على مصر لأنها القاطرة، لأنها القاطرة، وإذا ما نجحت تغير وجه المنطقة بالكامل، والغرب لا يريد أن يغامر بمصالحه، ولا يريد أن يدع مصالحه مهبا للريح الإسلامية النقية التي تأتي بالرحمة فتنشر العدل والخير والحق والجمال والفن والإبداع النظيف الطاهر العفيف الذي تحتجب فيه النساء وتستتر، لا أن تتعرى وتتجرد من ثيابها كما فعلنا أو كما فعلت هاتيك النسوة المتعريات من جبهة الإنقاذ اللاتي اختصرنا كل مناهج جبهة الإنقاذ وكل ما يدعو إليه الحمزاوي والبلدعي والصباحي وموسى صاحب لفني وربيب اليهود، اختزلت ذلك كله في عنوان عبرنا عنه بهذا التعري، وهو بحق عنوان الحقيقة، هذه حقيقة ما يدعون إليه، حقيقة ما يدعون إليه، التحلل من كل قيد، التحلل من كل قيد. لذلك أنت تجد طائفة الفنانين المتفسخين الهابطين على وجه الخصوص هم الذين يتخندقون في خندق الساسة المتآمرين على شريعة الله في مصر، والذين يتآمرون على الإسلام بما يقدمونه من مما يسمى بفن وإبداع، وإن هو إلا فسق ومجون وشيء يخدش الحياء ويعدم الشرف، نعوذ بالله من الخذلان. أيها الإخوة الأعزاء، قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أعددت لها؟ ألا فعدوا للساعة، وخير إعداد تعدونه اليوم أن تكونوا حيث تحبون أن يراكم الله، أن تتخندقوا في الخندق الذي لا يتخندق في سواه من يبتغي مرضاة الله عز وجل، الذي لا يتخندق في سواه من يبتغي مرضاة الله عز وجل. كونوا مع الإسلام، كونوا مع الحق، كونوا مع الشريعة،
ولن تكون ذلك الرجل الذي يرضى الله عنه إلا إذا كنتم كذلك في أنفسكم لأنه بتفريطنا نحن في إسلامنا انكمشت قوة الإسلام وحجمت وضعفت، لأن بعض الخلايا كخلايا الجسم كلما دمرت في الجسم خلايا كلما ضعف هذا الجسم. كذلك أمة الإسلام كلما دمر الإسلام في نفوس أهله وهم خلاياه التي يتكون منها الجسد الكبير كلما ضعف جسم الإسلام وترهل ونقصت قوة المناعة عنده، فكن مسلما حقيقيا، خذوا الإسلام بقوة، خذوا الشريعة بقوة، خذوا ما آتاكم الله بقوة، مش كده على ضعف كده وكده بس بترضي نفسك وبتخدر ضميرك وبتهرب من عذاب النفس ان انت ما تكونش يعني مظبوط وكويس، فهو بتمشي حالك بشوية دين كده لكن بقية الدين سايبه ومفرط فيه. وانا لو شفت بعض المسلمين في الشارع حتى ممن يحضرون معنا الآن هنا ربما لا أقطع بأنه مسلم، لأنه لا يظهر عليه ولا في سلوكه ولا في مظهره ما يدل على ذلك، فكيف إذا ما اطلع على خباياه وعلى أعماله وعلى سلوكه الشخصي وسلوكه الخاص وهو مفرط في دين الله عز وجل؟ أيها الإخوة الأعزاء، ألا إن قدرنا أن نكون في هذا الزمان الذي يحارب فيه الدين على هذا النحو الذي ترصدون، وهي والله فرصة، وأي فرصة لمن شاء أن يرضي الله جل في علاه، وهي في ذات الوقت امتحان عصيب، فمن اهتبل هذه الفرصة ومن استثمر هذه الفرصة ومن أخذ الإسلام بقوة فذاك هو المسلم، هو المسلم حقا. أما أن تبقى مترددا متأرجحا نص ونص، نسبيا انت مسلم، نسبيا مسلم جزئي، مسلم نصكم، شرط مسلم، لا، كن مسلما كاملا، لان هذا دينك، لحمك ودمك. ايها الإخوة الأعزاء، تذكروا دائما قولة هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أنس رضي الله عنه متى الساعة، وتذكروا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم: فما أعددت لها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. وجعل الله في ميزان حسناته يوم نلقاه، وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم على الحضور، وان شاء الله نفتح باب الاسئله لمن عنده اسئله في نفس الموضوع. ما في اسئله؟ الشيخ سالكم ولا؟
دور زعما مش راجع. جزاك الله خير شيخ، ان شاء الله تعالى يبارك فيك. جزاك الله خير شيخ، في درايه كلامك الشيخ لما كنت تعدد العلامات القيام الصغرى، كنت قلت من علاماتها هلاك الوعول، وبعدين كان في علامة أخرى كانت موت العملاق، هل هما شيئان يعني هم شيء واحد ولا هم مختلفين؟ المقصود بالوعول الأئمة عموما، الأئمة عموما يعني الأئمة في الدين وفي غير الدين، أئمة الناس. السلام عليكم شيخ، ما تفسيركم لقول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ هو كقول الله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا على تفسير. والتفسير الثاني يعني أن الله تعالى لا يزيل نعمة أنعمها على عبد حتى يكون من العبد المبادرة بكفر هذه النعمة فيزيلها الله عنه. التفسير الثاني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، يعني لا يغير ما بقوم من البلاء والنقمة والعقوبة والتضييق في الأرزاق والمصائب حتى يغيروا ما بأنفسهم بالتوبة والاستغفار وعمل الصالحات والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. في أسئلة من عند الأخوات، تقريبا ثلاث أسئلة في سؤال واحد. ما هي أفضل طريقة للتوبة؟ وكيف الالتزام بالتوبة؟ أيضا كيف التغلب على النفس الأمارة بالسوء؟ ما يرد العبد عن التوبة مثل ضعف يقينه بسعة رحمة الله عز وجل، كلما ضعف يقينه بسعة رحمة الله عز وجل أضعف ذلك عزيمة التوبة عنده. وكذلك إذا بقي العبد في بيئة المعصية أو بيئة المنكر أو بيئة الحرام دون أن يخرج منها، دون أن يقلع ويحلق بعيدا عن رجس المنكر، بعيدا عن عفن المنكر، ليحلق في الطهر والنقاء والسمو، لم يتوب، يبقى لابد أن هو يعتزل جماعة السوء، يدع العمل الحرام، الوظيفة الحرام التي يعمل بها، يخرج من الوسط الذي تكثر فيه المنكرات، ينتقل من مجتمع يغلب عليه المعاصي وأمور الجاهلية إلى مجتمع أقل معصية أقل جاهلية. وكذلك أن يصحب الصالحين وأن يبدأ بما فرض الله تعالى عليه، وأن يديم تذكر الموت وأنه يمكن أن يأتيه أجله في أي لحظة، وعليه فإنه ينبغي أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل قبل أن لا يكون ثمة مجال للتوبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. طب مر بنا في علامات الساعة الصغرى ظهور موت الفجأة أو كثرة موت الفجأة، فطالما كان الإنسان على ذكر للموت حفزه ذلك على أن يسارع إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. سؤال حقي في أهل بيتك، زوجتك، أولادك، بناتك، أي مسلم تقول لهم صلوا بارك الله فيكم، أقرأوا، صوموا، إذا تقول لهم يا شيخ تسكت ولا حنتصرف نجيب لك 99 ده يقول كاش تسوي؟ سمعنا؟ الحج المجيد؟ لا، عبد الجليل. الحج عبد الجليل يسأل سؤالا مهما الحقيقة، لأنه في هذه البلاد قد يفقد الرجل أو القوام على البيت سلطانه على زوجه وأبنائه، وهذا واقع عملي حاصل في كثير من بيوت المسلمين. يأمرهم بالمعروف فلا يأتمنوا، وينهاهم عن المنكر فلا ينتهي. والإشكالية هي أصلا من وجودهم في هذه البلاد، هذه البلاد التي تغير النفوس وتبدل الفطر وتنكسها والعياذ بالله، بالإضافة إلى ما بها من قوانين وأمور توفر للابن أو للزوجة أن يتمرد، يعني تفتح له طريقا إلى التمرد على مصراعيه، على مصراعيه، فلا يرى أنه في حاجة إلى أبي. وثقافة المجتمع من حوله تدفعه دفعا إلى أن يكون على ما هو عليه من فعل المنكر وترك المعروف. والخطأ في أن يلحظ الأم أو القوام على البيت بداية الانحراف والتغير في سلوك أبنائه أو في سلوك أسرته، ومع ذلك يصر على الاستمرار مع إمكانية أن يتحول عن هذه البيئة إلى بيئة نقية طاهرة، حتى إن كانت الحياة في البيئة الجديدة النقية الطاهرة أقل مستوى، أقل طرفا، أو حتى على مستوى الكفاف في مقابل الدين. وهذا هو فعلا، هذا هو من الابتلاء، يعني بما يدخل الناس الجنة إذا لم يضحوا بالدنيا من أجل الدين، إذا تعارضت الدنيا والآخرة فآثروا الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالإشكالية هي في البقاء هنا، الاستمرار والإصرار على الاستمرار. يعني يلاحظ الأب أن ويرى الشواهد في الأسر من حوله أن في أسر بتفسد وتضيع وأبناء يجنحون أو يشردون
ويضيعون وربما يبدلون دينهم، يراه في أسر حوله ولا يعتبر ولا يتعظ، ودائما يزين لنفسه أنه قد يستثنى على هذه القاعدة، ويزين له الشيطان أنه بمنأى عن أن يقع له مثل هذا، لكنه أمر واقع وحقيقة ملموسة. تفضل. السلام عليكم. هل ما يحصل في الشام وعلم من علامة الساعة، ثم ماذا تقول عن ماذا ما يقال عن ثورات الربيع العربي؟ جزاك الله خير. ده انت عايز محاضرة لوحدي. جزاك الله خير. لكن هو موضوع، أي موضوع يقع في الأرض ننظر إليه نظرة الاعتبار والاتعاظ، وما يجب علينا حياله شرعا فنفعله، لكن أن نقطع بأن هذا الأمر من علامات الساعة أمر بعيد، فلا ينبغي التعجل ولا ينبغي المسارعة بأن نقول إن هذه من علامات الساعة أو هذا من مقدمات الساعة، ولكن ننتظر ونرقب وننظر ما يجب علينا شرعا وما ينجينا من الفتن وما يبرئ ذمتنا حيال إخواننا في سوريا بفعل ما يجب علينا شرعا تجاههم، لكن أن نقطع بأن هذا من آيات أو من علامات الساعة وقربها فغير وارد الحقيقة. يعني ينبغي التريث في هذه الأمور والصبر وعدم التعجل في الحكم، ولكن نأخذ العبرة طالبا. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. نأخذ استراحة إن شاء الله، وحيكون في وجبة خفيفة ريفرشمنت، وإن شاء الله بعدها يعني نرجع مع الشيخ. جلسة مفتوحة، فاللي عنده أسئلة يعني يبقيها للقاء المفتوح. For the brothers who today can only manage